اللي هيقدم برضه هيعتذر وان شاء الله هتقبليه باذن الله تعالى. الله الله. وبعدين طيب. ظهور البنت جميله دي معاكي في المنام دي معناها دنيا يصطحب دنيا معاه، يعني مثلا لو كنتوا متخانقين على رزق ففي مال جاي وجايبه. هي مش بنت، هي واحده ست جايه معاها، اسمها جميله. جميل. ميته ولا عايشه الست دي؟ لا عايشه. ايه علاقتك بيها؟ هي كانت يعني صاحبتي بس من بعيد قوي، مش صاحبتي قوي يعني، معرفه. حلو، يعني من بعيد اهم حاجه الاسم. احنا عندنا بقول لك جميله دي معناها دلت على الدنيا وتغيير في الاحوال، اسمها بس المقصود يعني. طيب. الحلم الثالث بقى، انا حلمت ان انا في اوضه النوم قاعده وبعدين باب البلكونه بتاع اوضه النوم داخل منه تعبان صغير. فانا هجمت عليه وقتلته. كويس. وبعدين ببص لقيت تعبان تاني اكبر منه. بس ايه، منقط بنقط سوداء وحمراء. وبعدين فانا بجري وراه عايزه اجيبه، لقيته راح داخل في فرن البوتاجاز، والبوتاجاز ده برده كان موجود في اوضه النوم. فانا جريت عليه برده وقعدت اخبط فيه وضربته على راسه، لقيته مات بس اتحول كان شكله بقى بصلايه خضراء. بس وخلص الحلم على كده. ماشي يا شريهان، شكرا ليكي صوفيا، هتوصل لك الحلم. التعبان بقى بصلايه خضراء. بص هقول لك على حاجه مبدئيا، عارفه اللي صام صام وفطر على بصله. بالظبط كده. التعبان الصغير اللي دخلها من البلكونه ده ولا من الشباك ده معناه كلام بس هي قضت عليه. كلام حد غريب عليها بيتحدث عن خصوصيتها الخاصه اللي هو اوضه النوم. تمام. والتعبان الاصفر اللي هو دخل اوضه النوم على البوتاجاز على الدنيا دي، ده الزوج. اي تعبان تلاقيه، والله اي تعبان تلاقيه في البيت وهو المفروض اللي حامل مسؤوليه يعني الصرف والماليات، فهي جريت وراه قتلته عن القتل ده. اتمنى من الله تعالى بس ده هي ما طلتوش صح؟ لا مش تحول بصله خضراء. تحول بصله. ايوه، ما هي ضربته. ضربته يعني معنى كده ان هو محتاج بس ايه، إعادة تأهيل. بالظبط. إعادة تأديب وتهذيب وإصلاح وتأهيل. ما تشوفي له كبير الراجل ده، الراجل ده طايح فيه كليه كده. وبعدين البصل أصلا مال حرام، يعني بقت عشته كلها حرام، هو خصائصه في حرام بيرتكب. أيوه. ربنا يهديه. طيب معانا تليفون تاني من سارة. ألو. ألو سارة. ألو. أيوه اتفضلي. ممكن السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. أيوة. صوفيا سامعاكي. ايوه يا ساره، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. ممكن تسمعينا من التليفون؟ سامعاكي. والله هو انا كنت ساره. ممكن تطفي التلفزيون يا ساره؟ ساره طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب معانا نجلاء. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن دكتوره صوفيا لو سمحتي؟ اتفضلي يا معاكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا حلمت نفسي ان انا من ماسكه 4 تجوال حمام. عملت ايه؟ انا ما سمعتش. بتقول ايه مدام ناديه؟ الو. أنا سمعت نجلاء. إجواز حمام. أنا ما سمعتش برضو الحلم. طيب لحد ما التليفون يرجع لنا، في حلم واحدة بنت حلمت بجدتها المتوفية حاطة إيدها في إيدها وبيقروا الفاتحة وبتشاور الجدة على خالتها اللي الجدة بتحبها جدا والخالة كويسة جدا. إيه التفسير للبنت وللخالة؟ التفسير للبنت إنها هتتجوز من أهل عيلة أمها. مش شرط يكون ابن الخاله، ممكن يكون مفيش ما عندهاش خاله. خدتي بالك؟ فدي فهتتجوز من اهل عيله الخاله يعني. بتحبها جدا. بس التفسير للاثنين كويس. الشبكه دي شبكه. يعني ارتباط خلاص. فتحه. يعني.